Thank you.
مناسبة عامل الاستدامة لتمكين أصحاب الهمم وأمراض التوحد من دمجهم في المجتمع بشكل جميل، مما يؤدي إلى رقي المجتمع وتطوير المجتمع ودمج الأفراد أصحاب ذوي الهمم في المجتمع بشكل إبراز القوة المجتمعية لدى هذه الفئة، كون أن هذه الفئة لها مميزات لا يعلمها الإنسان السليم بشكل عام. فالإنسان السليم ممكن يكون متوازي القدرات على مستوى أطراف جسده وحواسه الخمس، ولكن أمراض التوحد وأمراض الإعاقة واللي فيهم أصحاب الهمم فهم متميزين في أجزاء معينة خلافا للأجزاء الأخرى التي ربنا حرمهم منها. فكسبيل المثال أصحاب الهمم اللي ما يشوفون عندهم قدرة حسية كبيرة جدا وقدرة سمعية عظيمة جدا، لكن ربنا فقد عنهم حس الرؤية. فبهذه الأمور إذا دمجناهم في المجتمع بشكل جميل جدا ممكن أن نطور هذه الفئة من فئة تحتاج همة لكي تقف إلى مجتمع راقي وعالي متوازي الأطراف بإذن الله تعالى. وأشكر جميع الحضور مرة أخرى وجميع من تطوع لوجه الله في خدمة هذه الفئة، وشكرا جزيلا. مرحبا، أنا دكتور منير فوجة ومدير مركز كريتيف مايز لتنمية القدرات العقلية. تم بحمد الله اليوم بمشاركة الشيخ راشد النعيمي بعالم الاستدامة ومشاركة لأصحاب الهمم والتوحد ضمن مراكز أخرى ومن أهمها مركز الطارق وأيضا مركز البريطاني. عالم الاستدامة سوف يتحقق به بإذن الله البند 13 و17، وهي ضمن فعاليات أصحاب الهمم والتوحد السلام عليكم. اليوم بعام الاستدامة عم نشارك في برنامج الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم والتوحد، بالإضافة لتدريبهم في التدريب المهني والتدريب التعليمي والأكاديمي. اليوم احنا في تعاون مشترك ما بين مركز كرياتيف مايند لتنمية القدرات العقلية ومركز طارق للتأهيل والتوحد، بالإضافة لأوتزم كلوب هاوس، بالإضافة كمان لوجود الشريك الاستراتيجي معانا كيور ميديكال سنتر. والهدف من وجود كيور ميديكال سنترز للرعاية الطبية في إمارة أبوظبي والعناية بالأطفال المشاركين معنا في البرنامج. اليوم مشاركتنا كانت مشاركة تحت حضور ورعاية الشيخ راشد بن ناصر النعيمي، وهو كمان الراعي الرسمي لمبادرات فرحة قلب الشهرية اللي بتتم عن طريق أوتزم كلب هاوس. ومشاركة أوتزم كلب هاوس اللي بتتكون من أكثر من 20 مركز بيعني بالتوحد وأصحابهم بدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الخدمات والخصومات وتقديم بيع المنتجات الخاصة لأطفال التوحد، ويقوم على دعمهم عن طريق الفعاليات. فاليوم كانوا مشاركين معنا كرعاة رسميين بالإضافة إلى شريك استراتيجي في البرنامج. بنشكر كثير كمان الدكتورة مها على إتاحة الفرصة لنا بإطلاق هذا البرنامج في مركز كريتيف مايند، وشكرا كثير لكم لتواجدنا معاكم اليوم. وإذا حابة تحكي أي شيء عن أنشطة المركز كمهارات يومية أهلا وسهلا. أهلا، طبعا إحنا بشرفنا أكيد إحنا نكون يعني عضو بالمبادرة هاي أكيد ضمن المجتمع في عام الاستدامة، وهي تمكين أصحاب الهمم، وإن شاء الله يعني نقدر نفتح كتير مجالات تانية لطلابنا ليفوتوا يندمجوا بالمجتمع بمختلف يعني المجالات ومختلف الأماكن، يكونوا جزء من الأيدي العاملة الناتجة بالدولة إن شاء الله. بالإضافة كمان إحنا شفنا في المبنى إنه مبنى مناسب جدا للاستدامة، وحيكون في أنشطة كاملة لأصحاب الهمم والتوحد عن طريق وجود المطبخ، وجود البلاي أريا الخارجية، وجود كمان قاعة حتكون موجودة خاصة للبستنة خارجية كمان للزراعة. فإحنا اليوم نحكي عن تحقيق أهداف 17 للأمم المتحدة، فكان المركز يعني تقريبا شبه مهيئ إنه يكون السنة القادمة مركز مستدام ويحقق الأهداف 17 للأمم المتحدة اللي حطها برنامج الأمم المتحدة ولتطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصيصا في دعم البيئة. فإن شاء الله يعني السنة القادمة يكون المشروع في ازدهار، في تمكين، في توظيف، في تدريب،
ويكون الأنشطة الشهرية اللي عم يتم في هذا البرنامج إنها تكون واضحة للجميع، وخصيصا زيارة اليوم إنه الناس تفاجأت إنه في مركز مثل هيك متكامل وموجود في أبو ظبي، وإن شاء الله هذا المركز حيكون في له فرص تطوعية عن طريق دائرة التنمية المجتمعية بأبو ظبي كفرص تطوعية شهرية وأسبوعية ومركز تدريب للطلاب بالجامعات في نفس المكان، لأنه هو يقدم تنمية قدرات عقلية للأطفال وللكبار، ونفس الوقت نقدر ندمج برامج الدمج المجتمعي مع مراكز أصحاب الهمة المتوحدة تكون موجودة في هذه المراكز. يعطيكم العافية. السلام عليكم، معكم مستشارة تهاني التري، سيدة أعمال رئيس تنفيذي لشركة أدماس، خبير تدريب لايف كوتشنج. تشرفت اليوم وسعدت بالحضور والمشاركة في برنامج الدمج المجتمعي الذي أطلقه مركز كرياتيف مايندز. يعتبر تقريبا هذا البرنامج الأهم على مستوى الدولة لعام 2023-2024. إن شاء الله الأهداف التنمية المستدامة والأمم المتحدة راح يتم تنفيذها وتطبيقها بداية من الشراكات المجتمعية وكيفية تمكين أصحاب الهمم ما بين الوظيفة ما بين الدمج المجتمعي الحقيقي من خلال ورش عمل فعاليات برامج سيتم تنفيذها على مدار عام كامل. اليوم كان حفل الافتتاح والانطلاق لبداية البرنامج، إن شاء الله حيكون على مدار 12 شهر، كل شهر راح يكون في مجموعة من الفعاليات ورش العمل التي سيتم تطبيقها للوصول إلى نهاية البرنامج، وطبعاً النهاية دائماً تكون بداية لشيء جديد. كل الشكر والتقدير لمركز Creative Minds. طبعاً تشرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ راشد بن ناصر النعيمي افتتح فعاليات هذا اليوم. أيضاً الشكر والتقدير لمركز الطارق للتوحد ومركز أوتيزم كلاب لمساهمتهم ومشاركتهم بهذا الافتتاح، وكل الشكر والتقدير لكافة المشاركين والحضور من رواد الأعمال، مؤثرين السوشيال ميديا والإعلاميين، وأيضاً شركاء نجاح المشاركين من الرعاة الذين قدموا الهدايا للأطفال في هذا اليوم. كل الشكر والتقدير، تحية. نشكر مركز الطارق للتأهيل والتوحد ومركز كرياتيف مايند على هذا الاحتفال الجميل اليوم بحضور كبار الشخصيات وبحضور الشيخ أيضا، وكان بمناسبة عام الاستدامة ومناسبة هذه الشراكة الجميلة، وإن شاء الله دائما نكون في تقدم وتطور دائما في دولة الإمارات، وعام استدامة دائم وجميل للجميع. كل الشكر لمركز طارق للتوحد، لمركز كرياتيف مايندز لهذه الدعوة الكريمة لحضور هذه الفعالية المهمة التي كان من خلالها كثير من الأنشطة حول أهمية دعم الأطفال أصحاب الهمم وأطفال التوحد، دمجهم اجتماعيا، الطاقة المستدامة المهمة من خلال توجيه النظر إلى هؤلاء أو هذه الفئة من المجتمع، القدرة على دمجهم مع غيرهم من الأطفال، فكرة التطوع، وطبعا كان هناك رعاية مباركة للشيخ راشد النعيمي، فلذلك نشكر كل هذه الجهود الجبارة، وليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة إذ دائما تقدم هذه المبادرات والفعاليات. نقول بهذه المناسبة: هلت بنور فازدانت أراضيها وزايد الخير منذ الأصل بانيها، أرض الإمارات المحبوب ساكنها، أرض الإمارات التي تزهو بما فيها. كان معكم الكاتب أحمد عبد القادر الرفاعي، شكرا لكم. أنا كتير مبسوطة أن أنا كنت جزء من هاي الفعالية اليوم، هاي الفعالية الإنسانية. طبعا نحن بنعطيهم كل الدعم، بنعطيهم كل القوة، لأنهم ناس نحن بناخذ منهم الأمل، بناخذ منهم القوة، هن بيحتاجوا بس لدفعة صغيرة لحتى يوصلوا للطموحات اللي هن بدهم إياها، فنحن لازم ندعمهم لحتى يكونوا جزء من هذا المجتمع. نحن كشركة سيبامد وصيدلية المدينة، نحن كتير منتشكركم على الفعالية الحلوة اللي عملتوها وعلى دعوتكم لنا لحضور هاي الفعالية. شكرا لكم كتير، وكان مشرفنا وبسعدنا إنه نحن نكون جزء من هاي الفعالية مرة ثانية. حب اليوم أشكر مركز الطارق للتأهيل والتوحد،
Creative Minds لدعوتهم الكريمة لحضور هاي الفعالية الجدا مؤثرة عن أطفال التوحد. بصراحة جهود جبارة بحضور الشيخ راشد النعيمي، كان أجواء جدا جميلة وأحاديث مهمة وفعالة وبتخدم في مجال الطاقة المستدامة، العقول، المساعدة هاي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. تشرفت بوجودي اليوم معكم، كان غالي حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم طبيبة تكميلية رانيا يوسف من إمارة دبي، اليوم متواجدة مع مركز طارق للتأهيل والتوحد، مركز كرياتيف. اليوم عندنا طبعا مبادرة كتير جميلة، بشكرهم على دعوتهم لنا. أنا طبيبة تكميلية بالحجامة، بتمنى أي خدمات لهذا المركز ومركز الأستاذ طارق للتأهيل والتوحد، أنا مستعدة بأي وقت، متطوعة من أجل كل من ذي الهمم توحد في أي خدمة من الحجامة. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ أنا معكم فريان نفاتي الشيباني، مصممة مجوهرات. نشكر اليوم مركز الطارق وكرياتيف مايندز لتحت الفرصة هذه إن احنا نكونوا تحت رعاية الشيخ راشد النعيمي، إن احنا نبدع عن ونعطوا أفكار جديدة ومعلومات جديدة عن المنتجات أو لكرياتيف للأصدقاء البيئة. أنا كمصممة مجوهرات نصمم في جوهرات في نطاق محدود، وهما مجوهرات النحاسية. السبب اللي إن النحاس صديق أول للبيئة، مش مخلوق بس اعتباطا في حياتنا، ليه فوائد كثيرة لجسم الإنسان، غير إنه هو ممكن النحاس إنه هو يكون شيء تحديداً خيوط النحاس إن هي تكون في تصنيع المجوهرات، وتكون مش أي مجوهرات، لا، مجوهرات ذات قيمة إبداعية شكلاً جمالاً ومضموناً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن بمركز Creative Minds لتنمية القدرات، استضفنا اليوم تحت رعاية سمو الشيخ راشد النعيمي. بدأنا أو أعلننا عن إطلاق مبادرة تمكين مناسبة عمل الاستدامة، فبنحقق فيها أهداف الأمم المتحدة، الهدف الثالث والهدف الحادي عشر والهدف السابع عشر لعام الاستدامة. نحن مركز Creative Minds في أبوظبي، بدأنا مشوارنا من سنة 2015، كنا مركز نعني بحالات التوحد فقط. بعد شيء كم سنة يعني فحبينا أنه المجالات تكون أوسع شوي، أخذنا الاسم لتنمية القدرات بشكل عام، حالات خاصة، حالات طبيعية عندها قدراتها الخاصة. حاليا طبعا بتعاون مع مركز طارق، وإن شاء الله يعني بدأنا اليوم أعلننا عن بداية برنامج تمكين، واللي إن شاء الله راح تكون انطلاقته هون من أبوظبي من خلال مركزنا. وهذا البرنامج طبعا يعني بأصحاب الهمم، إن شاء الله إنه يندمجوا بالمجتمع، نعطيهم الأفكار اللي بدنا ندربوا عليها. أكيد راح يكون في تدريب لهم من قبل طبعا برنامج خاص يمكن أصحاب الهمم اللي هم من عمر 18 أو 16 وفوق، إن شاء الله ندربهم على بعض المهن اللي يقدروا يفوتوا فيها بالمجتمع، اللي يقدروا يروحوا فيها بأماكن يعني يندمجوا فيها مع المجتمع ويكونوا عضو إن شاء الله منتج وعضو مفيد إن شاء الله بمجتمعنا. طبعاً كثير راح أشكر اليوم أكيد كل اللي يعني حضروا معنا وشاركونا يعني إعلان هاي البرنامج،
إن شاء الله. وأكيد في ناس كتير أكتون بتشارك معنا بالمستقبل، لأنه إحنا على هذا البرنامج لازم بكل فترة بكل يعني لو بشهري بكل شهر بده يمرق علينا، بدنا نضيف فكرة جديدة، نفوت بفكرة جديدة بالبرنامج، وإن شاء الله طلابنا ويعني من أصحاب الهمم يكونوا وقتها يعني متدربين بشكل جيد اللي يقدروا يفوتوا بالمجتمع بشكل صحيح وما يكون في أي تأثير عليهم. وإن شاء الله بنشكر كتير اليوم طبعا قناة أهل الدار إنها يعني كانوا أكيد مشرفينا بالحضور، وإنهم يعني أعطونا الفرصة اليوم إن نحكي عن مركز، نحكي عن البرنامج، وشكرا كتير لكم.